السلام خوتي العزاز، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناه الموبيلي فوجي. كاين هذا المرسيدس اللي باع، مرسيدس 250 ديزل. اللي كيهمو الامر، اللي عنده الغرض مرحبا. الضريبه ديالها 150 الف درهم، 1500 درهم. نفتح لك تشوف الصالون ديالها، باقا نقيه كما سمعتي الضربه ديال الموتور. السيد عمل الثمن دبي، الثمن زيون كما لاحظتوا، الصالون ديالها مغلف بالجلد. خمسة وتسعين الموديل ديالها 1995. الموتور شحال في هذا الخايب؟ 5 سيلندروس. وعليكم السلام. 5 ديال السيلندروس. 220 فورمال، 250 فورمال. 250 فورمال. المهم دابا نعطيكم الثمن ديالها. انا نعطيكم الاثمنة. خمسة ملايين فيها شي بركة مفاهة. هنا اللي عنده الغرض وفلوس واجدين، نلقاه بالسيد يتكاتب يدي السورتات ديالو. ما كاين لا روبريز لا والو، الفلوس ديالها كاش. انا قلت لكم موديل موديل 1995 كما لاحظتوا الضربه بالموتور كومون، لا نقيه. انا غادي نجي عاوتاني اون فاس معاكم.